السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نكمل إن شاء الله اليوم ويا الإندوكراين دافيدسون العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الكويستشن الأول، السؤال الأول يقول لك which one of the following molecule doesn't contain الأيودين؟ يا هو من ذني لا يحتوي على الأيودين. عن الجواب TSH. TSH عندك T4 و T3، وهذا هم بي T3، والاميو دارون، الاميو دارون هو كي سي بي بوتاسيوم كانال بلوكر، كلهم يحتوون. اما تي اس اتش ما له علاقه، هذا انفرز من البيتوتري جلاند، من الانتير بيتوتري جلاند. هذا ما يحتوي على شنو؟ ما يحتوي على الايودين. ما يحتوي على الايودين. عندنا السؤال 238 ريز اولد وومن رفروها للميديكال اوت بيشنت كلينيك، ليش؟ لان عندها 6 مانث هيستوري اوف ذا هيت انتوليرانس. يعني من سمعت هيت انتوليرانس معناها شنو؟ ثايروتوكسيكوزيس، ثايروتوكسيكوزيس بالبيتيشن، بعد ويت لوز. ويت لوز بالرغم من انها نورمال ابيتايت. ليش؟ هذا بسبب هايبر ميتابوليك اكتيفيتي، هايبر ميتابوليك اكتيفيتي، فراح تفقد الوزن. زين، ريفيل اذا فاين ترامر سانس تاكيكارديا، واذر مارك كلها طبيعي. سوينا لها بلاد تيست لقينا تي اس اتش كلش نازل، وال ال شو اسمه تي 4 كلش صاعد، فهذا معناها برايمري ثايروتوكسيكوزيس. اوكي، فيقول لك هنا السؤال what is the most likely diagnosis. بس قبل يقول لك TSH receptor antibody are detected in the serum، are detected in the serum يعني شنو؟ يعني يقول لك عندنا autoimmune disease، واحنا عندنا مثل ما نعرف ال first line او the most common causes of the thyrotoxicosis in the auto هو autoimmune disease. the most common causes of the thyrotoxicosis هو autoimmune condition in Graves disease. فراح نختار من هو الجرافيس ديزيز. ليش الجرافيس اختارنا الجرافيس ديزيز اللي هو السي؟ اول نقطه، لان عندنا البرايمري ثايروتوكسيكوزيس. ليش؟ التي 4 صاعد، التي اس اتش نازل، والشغله الثانيه لقينا تي اس اتش ريسبتر انتيبودي. من لقينا انتيبودي معناها اكو اوتومين ديزيز، والموست كومن والفيرست لاين الموست كومن كوزز للثايروتوكسيكوزيس هو الاوتومين ديزيز، بين قوسين الجرافيس ديزيز، الجرافيس ثايروتوكسيكوزيس. الثالث كلش سهل، يقول لك 59 سنه رجال عمره 59 سنه، يقول لك ايفيدنس اوف ثايروتوكسيكوزيس، سووا له تكنيشيوم 99 اوكي سكانينج للثايرويد. ايش طلع لنا؟ طلع لنا ويل ديفاين اريا اوف انكريز الايزوتوب ابتيك اوكي وذ ان نو ابتيك ثرو ذا ريست اوف ذا جلاند. يعني بس اكو، يعني مو هو هاي الغده، اكو منطقه بها اريا هيج بس هي اللي صار بها ابتيك. فهذا شنو معناه؟ وات از ذا موست لايكلي دايجنوسيس؟ هاي معناها توكسيك ثايرويد ادينوما، ادينوما بس صغيره على صفحه محطوطه. سؤال جدا مهم وزاري يجي بالامتحانات، ويش ون اوف ذا فولوينج اكيولر ساين اوف ثايروتوكسيكوزيس از نوت سبيسيفيك تو جرافيس ديزيز؟ الليدلاج وزاري هذا يجي بالامتحانات. سؤال مهم، which one of the following autoantibody are most strongly associated with the Graves disease؟ يعني شنو هي اللي تيجي ويا Graves disease؟ اللي هي الثايرويد ستيمولاتينج هرمون، ثايرويد ستيمولاتينج هرمون ريسبتر انتيبودي، ثايرويد ستيمولاتينج هرمون ريسبتر انتيبودي تيجي ويا من ويا Graves disease، ثايرويد ستيمولاتينج هرمون ريسبتر انتيبودي. سؤال جدا لطيف، 75 سنة عمرها هاي المرة، اوكي جت للإمرجنسي ديبارتمنت عندها بالبيتيشن اوكي تكيكارديا يعني. زين، يقول لك ما عندها شيء بالهيستوري، فقط انه قالت اكو صارت عندي ريسنتلي حديثا مؤخرا ديفلوب تروبلسم ترامر، صار عندها ترامر. اذا عندها ترامر وبالبيتيشن، ترامر وبالبيتيشن. زين، وعندها اي اف اتريال فبريليشن، تمام. الفنتركولر ريت مالت 145، البلد بريشر مالتنا زين، البلد تيست كل شيء ما بي. يقول لك وات از ذا موست لايكلي most appropriate initial treatment. شوف تكيكارديا، تمام، اي اف وترمر. احنا نريد نعالج ال شو اسمه الهارت ريت بالاي اف. شنو نعطيها؟ نعطيها بيتا بلوكر بروبرانالول، تمام. التكيكارديا اللي 145 بالاي اف، بالثايروتوكسيكوزيس بروبرانالول. سؤال جدا مخادع، all of the following except one recognized causes of the hypothyroidism. الهايبوثايرويدزم عندك الهايبر برولاكتينيميا، هايبر برولاكتينيميا. عن الهايبر برولاكتينيميا ابد ما تقدر يسوي لك هايبوثايرويدزم، ولكن الهايبوثايرويدزم ممكن ببساطه تسوي لنا شنو؟ هايبر برولاكتينيميا. يعني الهايبوثايرويدزم ممكن تؤدي الى شنو؟ هايبوثايرويدزم اوكي، العفو، الهايبوثايرويدزم ممكن تؤدي الى هايبر برولاكتينيميا، لكن الهايبر برولاكتينيميا مستحيل تسوي لنا هايبوثايرويدزم. ماشي، وهاي الفيسيولوجي مالتها
بالانتيرا بتوتر بالدماغ، ما اريد ادعوكم بها، فقط احفظ لي انه الهايبوثايرويديزم، الهايبوثايرويديزم مستحيل يكون سببها هايبر برولاكتينيميا، اما الهايبر برولاكتينيميا ممكن يكون سببها هايبوثايرويديزم، يعني الهايبوثايرويديزم ممكن تؤدي الى هايبو الهايبوثايرويديزم، الهايبوثايرويديزم ممكن يؤدي الى هايبر برولاكتينيميا، لكن الهايبر برولاكتينيميا ابد لا يمكن ان تؤدي الى هايبوثايرويديزم. اذا الاختيار دي هايبر برولاكتينيميا. عندك سؤال 8، مرة عمرها 58 سنة، صار لها سنة هيستوري اوف ذا فاتيج وكولد انترنس، من سمعت كولد انترنس معناها هايبو ثايروديزم، هايبو ثايروديزم، ويت جين، بين ان ذا هير هاند بالنايت، سوينا لها بلاد تيست ريفيل التي اس اتش معلق والتي 4 نازل، وهاي اثبت لها تم اثبات انه عندها هايبو ثايروديزم. زين الانتي ثايرويد بيروكسيديز ان انتي بودي بوزيتيف، يقول لك شنو هو العلاج موست ابروبريت انيشال مانجمنت وود بي، عندها هايبوثايرويديزم، هايبوثايرويديزم شو اسوي؟ لازم انطيها ثايروكسين، اذا ستارت تريتمنت وذ ثايروكسين، عندها هايبوثايرويديزم ابديلها بالثايروكسين. سؤال كلش حلو سهل، ويتش وان اوف ذا فولوينج، وبنفس الوقت مخادع، ويتش وان اوف ذا فولوينج مي نيسيسيت ديكريز ان ذا مينتنانس دوز اوف الثايروكسين in the patient with a primary hypothyroidism، شخص عنده hypothyroidism a primary hypothyroidism وجاي ياخذ جرعه مينتنس، تمام؟ شنو هي الشغله اللي تخليك ويعني بصوره ضروريه انه تقلل الجرعه؟ كل ما كبر بالعمر لازم تقلل الجرعه، النورمال ايجينج، النورمال ايجينج. شوف هذا الكيس هو عباره عن شنو؟ ميكس ادما كوما، ميكس ادما كوما. من تسمع ميكس ادما ميكس ادما كوما هاي شلون تعالجها؟ تعطيها IV T3 و اي ام هيدروكورتيزون فيال، تمام؟ زين خلينا نقرا الكيس ونشوف شنو وضعه. يقول لك مرة عمرها 74 سنة، زين عندها سيفير دراوسنس، اختها قالت يابا صار لها تقريبا سنة انكريزنج بالفتيق والثرجي، وصار عندها جين كونسيدرد ويت، اكتساب وزن، اكتساب وزن يعني هايبوثايرويديزم. زين الميموري مالتها ديتيريريشن last few day صارت significant more confusion drowsy، الجلاسكو مالتها صارت 12، التمبرشر مالتها نزلت يعني هايبوثيرميا، هايبو شنو؟ هايبوثيرميا، هاي تتماشى ويا من؟ ويا الهايبوثايرويديزم. البلاد بريشر مالتها نزل، شوكت طبعا، البلس صار 48، فيل الفيس مالتها صار الفيس اند الهاند صار مالتهم بافي، اوكي، والرومت بروفيشنال دايجنوسيس مثل ما قلنا ميكس ديما كوما، اوكي، وسووا لها فانكشن ثايرويد فانكشن تيست، اوكي، ويقول لك سؤالك الموست ابروبريت انيشال مانجمنت ايش راح تسوي؟ مثل ما قلت لكم من يسمعون كلمه ميكزوم دك ميكسيدما كوما تنطيها IV T3 IM هيدروكلورو يعني الاتش سي 3 يعني شنو هذا الاتش سي فيال هيدروكورتيزون فيال، هاي نلقاها بدي الدي يقول لك جيف الاي في تراي ايودوثايرونين اللي هو تي 3 والاي ام الهيدروكورتيزون يعني اتش سي هيدروكورتيزون فيال، تمام؟ ليش؟ لان هي ايش عندها؟ عندها ميكسيدما كوما، هذا هو الجواب مالتها. سؤال جدا سهل يقول لك all of the following except one recognized complication of subtotal thyroid subtotal thyroidectomy for gravis thyrotoxicosis، اوكي، which one of exception يعني شنو اللي هو مو كومبليكيشن للسبتوتال ثايرويدكتومي للجريفز ديزيز؟ اكيد الفيشل نيرف انجري، فيشل نيرف الجهب على الثايرويد، ما تقول لي. سؤال مهم يقول لك which one of the following statement is true about the drug الكاربيمازول in the treatment of جريفز ديزيز، يريد الصح. طبعا الصح يقول لك بالنسبه للصح يقول لك الريسك اوف ريلابس از جريتر ذان 30%، انه يرجع المرض نسبه وخطر رجوع المرض The risk of the relapse is greater than 30% within 2 years of stopping the drug. يعني إذا وقفنا العلاج, the risk of the relapse أكثر من 30% within 2 years of stopping the drug. سؤال 13. خلي لي المدولري بين قوسين كالسيتونين ال MTC okay MTC بين قوسين مدولري كارسينوما بين قوسين كالسيتونين. زين السؤال يقول لك السيرم كالسيتونين level are useful in the monitoring response to the treatment of which one of the which thyroid condition. يا حالة من ذني الحالات الكالسيتونين يشتغل على المدلة، تمام؟ مدلة كارسينوما الكالسيتونين
السيرم كالسيتونين راح اسوي مونيتور للريسبونس مال التريتمنت المن للام تي اس للام تي الام تي سي مدلر ثايرويد كارسينوما مدلر بين قوسين كالسيتونين مدلر كارسينوما بين قوسين كالسيتونين. طبعا هذا السؤال يقول لك which one of the following is not employed يعني ما تلعب اي دور in the investigation and the treatment of the PTC بابلر ثايرويد كارسينوما. اوكي سؤال شنو اللي ما له علاقه وما يلعب دور لا بالانفستيجيشن ولا بالتريتمنت مال البي تي سي بابلر ثايرويد كارسينوما هو الكاربي مازول. كاربي مازول كاربي مازول ما له شنو له علاقه بالبابلر كارسينوما ما له اي علاقه تمام. اذا البابلر كارسينوما اي علاقه ما له ويا الكاربي مازول. سؤال يقول لك all of the following except one causes of the hypogonadotropic hypogonadism hypogonadotropic hypogonadism except one except one شنو الاكسبشن هنا عندنا؟ الاكسبشن هو الاوتوميون غونادال فيلر. اوتوميون غونادال فيلر all of the following except one causes of hypogonadotropic hypogonadism. من هو الاكسبشن؟ الاكسبشن هو اوتوميون غونادال فيلر اذا صار عندنا فشل بالغونادز تمام. اذا صار عندنا فشل بالغونادز اوتوميون غونادال فيلر. سؤال 16 which one of the following statement is true regarding the postmenopausal estrogen containing hormonal replacement therapy يعني الاستروجين ال HRT الذي يحتوي على الاستروجين شنو الشغلة الصح؟ يقول لك الومن اللي هي intact uterus اذا اليوترس مالتها طبيعي كل شيء ما بي receive both الاستروجين والبروجسترون لازم اذا مالتها اليوترس intact لازم تستلم الاستروجين والبروجسترون بما يخص ال HRT. سؤال جدا لطيف يقول لك which one of the following is less likely to causes hyperprolactinemia يعني ما يسوي hyperprolactinemia هو البرومكربتين لان البرومكربتين هو اصلا يعالج الhyperprolactinemia. اوكي اذا which one of the following is less likely يعني ما يسوي hyperprolactinemia اللي هو برومكربتين. سؤال كلش حلو all of the following measurement هذا يعني اكثر شيء بالنساء which one of the following measure except one have rule in the treatment of PCOS polycystic ovarian syndrome which is exception كل ذني راح نستخدم بعلاج ال PCOS عدا واحد اللي هو الجليكليزيد ميتفورمين نستخدمه ال COCP الاورال كومباين اورال كونتراسيبتبلز ويت لوز البرود عندك السبروتيرون اسيتات كلها نستخدم اما الجليكلازيد ما لها علاقة الجليكلازيد ما لها علاقة. يقول لك all of the following recognized feature للتورنر سيندروم تورنر سيندروم except one طبعا عندنا الاكسبشن هو لو بالاف اس اتش والاف اتش. التورنر سيندروم الاكسبشن مالتها شنو هو الاف اس اتش والال اتش تمام. تيجي هي short stature coarctation of the aorta widely spaced nipple whipping بالنك اما تجينا انه لو بالاف اس اتش غلط مستحيل تجينا لو بالاف اس اتش. اذا التورنر سيندروم اللي يريد الاكسبشن الفولس هو لو بالاف اس اتش والال اتش. يقول لك which one of the following statement ترو حول كلين فلتر سيندروم. اول شيء الكلين فلتر سيندروم هي 47 اكس اكس واي خلي ببالك هي 47 اكس ان واي هاي كلين فلتر سيندروم. شنو الصح؟ يقول لك الصح يكون عندهم جاينيكوماستيا اذا there is an increased risk of incidence of gynecomastia. clean filter syndrome ابو الفلتر gynecomastia clean filter syndrome increases the incidence of gynecomastia. سؤال جدا مهم وزاري which one of the following tumor marker most useful كلش مهم in diagnosis and prognosis testicular tumor الفا فيتو بروتين الالفا فيتو بروتين كلش مهم اللي هو non seminoma germ cell tumor يقيس لنا النون سيمينوما جيرم سيل تيومر تستيكولار كانسر الفا فيتو بروتين. سؤال جدا لطيف which one of the following statement regarding الباراثيرويد هرمون is false طبعا الفولس اللي هو ما الى اي علاقه بالكدني ف ات انهبيت يثبط لنا ال1 الفا هيدروكسيليشن اوف الفيتامين دي 3 شنو هالحكي هذا ما تقول لي فولس اذا الباراثيرويد هرمون ما الى اي علاقه بالكدني تمام ما الى اي علاقه بالكدني تمام ويقول لك ات it inhibited alpha ال1 alpha hydroxylation of vitamin D3 بالكدني ما له اي علاقه الباراثيرويد هرمون بشغل ال1 alpha hydroxylation الفيتامين D3
دي 3 بالكدني او الدي بالكدني. سؤال جدا لطيف وسابقا اني شارحه، يقول لك which one of the following except one which all of the following except one are recognized causes of hypercalcemia. بالنسبه للهايبركالسيميا انا وضحت انه سابقا عندنا البرايمري والسكندري والتيرشري هايبر باراثيرويدزم، هايبر باراثيرويدزم. احنا بالبرايمري يرتفع، يا هو يرتفع الكالسيوم وينزل الفوسفيت، اما بالسكندري بالعكس، ينزل الكالسيوم ويرتفع الفوسفيت. بالثالث كلهم صاعدات، فانت تختار الثاني، تختار السكندري هايبر باراثيرويدزم. اذا all of the following except one are recognized cause of hyper شنو كالسيميا. السكندري هايبر باراثيرويدزم راح يصير هايبوكالسيميا، هايبر شنو هايبر فوسفيتيميا. اما بالنسبه للبرايمر والتيرشر والمولتيبل مايلوم والسيكونسر كلهم يرتفع بهن، بس السكندري باراثيرويدزم ما يصير به هايبر كالسيميا وانما هايبوكالسيميا هايبر فوسفيتيميا. عندنا سؤال جدا لطيف، which one of the following او which cluster يعني which group او which cluster of the feature classically seen in the multiple endocrine neoplasia. multiple endocrine neoplasia، multiple endocrine neoplasia اللي هي المين تايب 2 يصيحوا له السبول سندروم. طبعا انت خلي ببالك المين تايب 1 هو 3B يعني بتويتري وباراثيرويد وبنكرياس، بتويتري باراثيرويد بنكرياس. الثاني عباره عن 2B 1 ام، ال 2B هو الباراثيرويد والفيوكروموسايتوما والام تي سي. اعيدهن، ال 2B هو الفيوكروموسايتوما والباراثيرويد يعني الباراثيرويد ادينوما، تمام، والشنو والام تي سي. اما الثالث اللي هو 1B 2M، ال 1B اللي هو فيوكروموسايتوما و 2M اللي هو الام تي سي المدلر ثايرويد كارسينوما، والام الثانيه اللي هي المارفن هايتس هيرنيا. اوكي، المارفن هايتس، تمام، المارفن هايتس تقدر تقول الهايتس هيرنيا او المارفن هايتس. يعني الام بعد اكو ام وحده يعني بالام الثالثه ام مات اثنين اللي هن الميوكوزال نيوروما. خلي اعيدهم بسرعه، المين واحد هو عباره عن 3B اللي هو البيتوتري والباراثيرويد والبنكرياس. المين اثنين هن عباره عن 2B 1 ام 2B فيوكروموسايتوما بابيلاري البابيلاري ثايرويد البابيلاري ثايرويد كارسينوما، والام تي سي مدلر ثايرويد كارسينوما، الباراثيرويد ادينوما، الباراثيرويد فيوكروموسايتوما، الباراثيرويد ادينوما، والام تي سي مدلر ثايرويد كارسينوما. اما المين 3 اللي هي عباره عن 1B 2M، ال1B فيوكروموسايتوما والام تي سي المدلر ثايرويد كارسينوما، والام الاخيره تنقسم الى اثنين، المارفين المارفينويد هايتس هيرنيا او المارفينويد هايتس، وميوكوزال ميوكوزا ميوكوزال نيوروما. اتذكر المارفين ونتذكر الميوكوزا، المارفين هايتس والميوكوزال نيوروما، تمام. اوفر البروجنوسيس خصوصا الام تي سي از فافوربل بروجنوسيس، جود بروجنوسيس. من يقول لي الام 2 لازم اختار شنو الام 2 لازم اختار هسه، العفو المين 2 لازم اختار شنو السي اللي هي هايبر باراثيرويدزم اللي هي راح تمثل لنا شنو البيتوتري البارا بيتوتري او البارا ثايرويد ادينوما. اوكي، البارا ثايرويد ادينوما اللي راح يطلع لنا شنو هايبر باراثيرويدزم. هايبر باراثيرويدزم شو تمثل لي؟ تمثل لي البارا ثايرويد ادينوما، بعد الان تي سي المدلر ثايرويد كارسينوما وفيوكروموسايتوما. اوكي، فالمين 2 المين 2 هي البارا ثايرويد ادينوما، لذلك راح تسوي لي هايبر باراثيرويدزم، والام تي سي مدلر ثايرويد كارسينوما وشنو فيوكروموسايتوما. احفظ لها مثل ما قلت لك حتى شنو تنجح بهن وتجيب درجه كامله. سؤال كل شائع خصوصا بالجراحه، يقول لك 41 سنه ومن عندها جرافيز ديزيز، سووا لها ثايرويدكتومي اللي هو سب توتال ثايرويدكتومي، بعد 24 ساعه من العمليه صار عندها كومبلين ان ايبل تو ستريت الفينجر مالتها، ما تقدر تسوي ستريت للفينجر مالتها. بعد ديسكرايب اكو تينجلينج اراوند الماوث. اوكي، هاي هايبوكالسيميا، تمام، صار انجري عندنا. ويقول لك وات باترن اوف ذا ابنورمالتي از موست لايكلي وين سين بالبلاد سيتنج، اكيد راح تلقى هايبوكالسيميا. تدور على الهايبوكالسيميا راح تلقاها، يقول لك هايبوكالسيميا، اذا صار هايبوكالسيميا راح يصير عندنا هايبر شنو فوسفيتيميا. اذا هايبر كالسيميا لو هايبوكالسيميا، هايبر فوسفيتيميا لو باراثيرويد هرمون.
بما انه الانجري صار بالثايرويد العفو بالباراثايرويد راح يكون عندنا الباراثايرويد هرمون نازل، الكالسيوم نازل، وبما انه الكالسيوم نازل الفوسفيت راح يصعد، يعني هايبوكالسيميا هايبو باراثايرويدزم وهاي فوسفيت او هايبريوريسيميا. تخلي لبالك بس هايبوكالسيميا من هاي خلال الاعراض. سؤال 26: which one of the following skeletal changes is not feature of primary hyperparathyroidism? Which one of the following skeletal changes is not feature of primary hyperparathyroidism? البرايمري هايبرثايرويدزم للمعلومة يصير عندنا هايبر كالسيميا هايبر فوسفيتيميا والفيتامين دي صاعد والباراثايرويد هرمون صاعد. شنو اللي ما يصير هنا في الحالة؟ يا skeletal change، تمام، يا سكيلتال تشينج هنا يصير كل ذني صيرا عدا الاي اللي هو الاوستيوفايت. الاوستيوفايت يصير بالاوستيو الاوستيوبروسيس العفو الاوستيو ارثرايتس. الاوستيوفايت يصير بالالتهاب المفاصل، يصير بالاوستيو ارثرايتس. اذا الاوستيوفايت فورميشن، الاوستيوفايت فورميشن يصير بالاوستيو ارثرايتس، بالاوستيو ارثرايتس بالاو اي. اما الباقيات كلهن ممكن يصيرن، تمام. اذا الاوستيوفايت فورميشن نلقاها بالاوستيو ارثرايتس. سؤال يقول لك مرة عمرها 43 سنة، 1 year history of progressive weight gain، جاي ازداد الوزن مالتها بعد صار عندها مليز easy bruising او bruising easy، وعندك trouble بالكلايمت شير ما تقدر تصعد الدرج، تمام، increase بالفاشيال هير ما تقدر تصعد الدرج، تمام، درج ما تقدر تصعده، صار ازدياد بشعر الوجه مالتها، صارت كلش سمينة، البودي ماس اندكس مالت 32، وابدومينال اوبيسيتي، ابدومينال اوبيسيتي، وصار عندها سترايه، تمام، ازدياد الوزن، شعر زاد بوجهها ما تقدر تصعد الدرج، اوكي، اوبيسيتي، وصار عندها شنو هو ابدومينال اوبيسيتي وذ فيزيبل سترايه، تمام، ويقول لك الثو تير الارم والثاي شبيها بوستد، يعني يعني صار كل يعني كل ارم هالثخنه، تمام، فاي اني لو من رجلها الا طلقها، تمام. فشنو هذا المرض؟ يقول لك وات از ذا موست لايكلي دايجنوسيس، هذا كوشن سيندروم، از ايزي از ذات. واكثر شغله ممكن تسوي الكوشن سيندروم هو اخذ الديكادرون الدكسان. يقول لك 28: وات از ذا موست لايكلي او وات از ذا موست كومن كوزز اوف الكوشن سيندروم؟ الستير يعني تاخذ ثيرابي واي اللي هو تبلع دكسون، كرونيك كورتيكوستيرويد ثيرابي، هذني اللي بنعند دكسون، تمام، كرونيك كورتيكوستيرويد ثيرابي. 29: وات از ذا موست يوزفول انيشال دايجنوستيك انفستيجيشن للبيشنت ويز سسبكتد كوشن سيندروم؟ هذا نسوي له اوفر نايت دكساميثاسون سبريشن تيست، اوفر نايت دكساميثاسون سبريشن تيست حتى نشوف عندها كوشن سيندروم او لا، اوفر نايت بالليل كلش دكساميثاسون سبريشن تيست. سؤال كلش حلو لطيف وسهل، يقول لك which one of the following clinical and serum biochemical parameter most consistent with the Addison disease؟ طبعا بالأديسون ديزيز راح نلقى الضغط نازل، الصوديوم نازل، والكي بوتاسيوم صاعد. الضغط نازل، الصوديوم نازل، والبوتاسيوم صاعد، هاي عكسها نشوفها بالكوشن سندروم، عكسها بالضبط عكسها. سؤال: which of the following drug most appropriate medical treatment للهايبرتنشن اللي هو associated with the Kahn syndrome؟ احنا شنو الفكرة عندنا هنا بالكون سندروم؟ بالكون سندروم عندنا ادينوما جاي تفرز الدوستيرون، ادينوما، اوكي، ادينوما تفرز لنا الدوستيرون، عندنا ادرينال ادينوما جاي تفرز شنو؟ تفرز الدوستيرون، نحتاج علاج يسوي بلوك للالدوستيرون اللي هو السبيرونولاكتون. السبيرونولاكتون هو الدوستيرون انتاغونستس. سؤال 32 يقول لك واحد عمره 32 سنة صار له 4 أشهر هيستوري اوف ذا ريكرنت هيديك. مين قال لك ريكرنت هيديك؟ وعمره يعني ميدل ايج وريكرنت هيديك والضغط مالته معلق، اوكي، وعنده بالبيتيشن وديورنج ابيسويد فاوند تو هاف البلد بريشر مالته كلش معلق اللي هو فوق ال 210 على 105 وتكي كارديا بالبيتيشن 24 ساعة يورين كولكشن طلع لنا اليفيتد بالميتا نور الميتا نفرين والنور ابنفرين يعني الادرينالين والنور ادرينالين اكسكريشن. السي تي سكان طلع لنا هذا شنو؟ لارج ليفت ادرينال ماس، يعني هذا فيه كروموسايتوما. وات از ذا موست لايكلي ابروبريت الفيرست انتي هايبرتنسيف ايجنت؟ هذا الانتي هايبرتنسيف ايجنت قبالك، احنا المفروض ايش ناخذ؟ نستخدم الالفا بلوكر
اوكي الفا بلوكر، ونستخدم شنو الفينوكسي بنزامين. الفينوكسي بنزامين وعلى الالفا بلوكر اذا صار عندنا بريديكارديا او صار عندنا بيرسيستنس بلاد بريشر، يعني بقى مرتفع يعني هايبرتنشن، شغلتين اذا لقيناهن بريديكارديا او بيرسيستنس هايبرتنشن روح ضيف لنا البيتا بلوكر. اذا اول شيء اذا هنا كلهن فيرست لاين، اول شيء الالفا بلوكر اضيفه، هنا ماكو الفا بلوكر اوف ليا تمام. بعد الفينوكسي بنزامين، فينوكسي بنزامين، واذا صار عندنا على الالفا بلوكر ديكريز بال اتش ار بالهارت ريت يعني بريديكارديا او بيرسيستنس هايبرتنشن اضيف البيتا بلوكر تمام. اذا هسه نبدي بالالفا بلوكر. الالفا بلوكر المثال على الالفا بلوكر هو الفينوكسي بنزامين. الفينوكسي بنزامين طبعا الفينوكسي بنزامين هو يعتبر نون سيلكتيف، نون سيلكتيف الفا بلوكر، نون سيلكتيف الفا بلوكر هو الفيرست لاين اوف ذا تريتمنت بالبيش بالفيوكروموساتوما. قلت لكم اذا بقت يعني صارت بريديكارديا او بيرسيستنس هايبرتنشن ضيف البيتا بلوكر. اذا اول شيء الفا بلوكر وراها بيتا بلوكر، هذا من هو ميدل ايج وميدل ايج ميل، ميدل ايج ميل تمام ريكيرنت هيديك وصار عنده هايبرتنشن وتاكيكارديا، ولقينا بالش اسمه باليورين كولكشن 24 ساعه لقينا اليفيتد بالميتا بالميتا ابينفرين والنور ابينفرين، النور ميتانفرين تمام، انه عباره عن ابينفرين نور ابينفرين، فهذا فيو كروموسايتوما ابديله بالالفا بلوكر اللي هو الفينوكسي بنزامين. صار عنده بريديكارديا او بيرسيستنس هايبرتنشن اضيف له البيتا بلوكر تمام، الفينوكسي بنزامين. شوف هذا السؤال كلش حلو، سؤال 33 يقول لك 17 سنه ومن مر عمرها 17 سنه فاميلي هيستوري اوف دايابيتس ميلاتس، تعرف شنو يعني فاميلي هيستوري اوف دايابيتس ميلاتس؟ مو هي عندها دايابيتس ميلاتس وانما عندها اشخاص بالبيت اللي يستخدمون الانسولين لا اكثر ولا اقل، بس خلي الهاي ببالك تمام. اي بروت للهوسبيتال اكسيدنت، ايش صار عندها كولابس ات هوم. زين بالارايف للهوسبيتال جلاسكو كوما سكيل 9 من 15 كلش نازله، البلود جلوكوز البلود جلوكوز مالتها 1.2 كلش نازل يعني هايبو جلايسيميا، البلازما انسولين مالتها لقاها اليفيتد صاعد والسي بيبتايد لو. شوف بما انه لقيت الانسولين صاعد والسي بيبتايد نازل فخلي بالك هذا اكسوجينس انسولين، المفروض لازم تلقاها اثنينات نفس المستوى. اذا لقيت اثنينات السي بيبتايد والانسولين، طبعا السي بيبتايد والانسولين اثنينات يطلعن سوا من البنكرياس، فاذا لقيت اثنينات صاعدات او اثنينات نفس المستوى فخلي ببالك هاي المشكلة بالبنكرياس، بس إذا لقيت واحد صاعد وواحد يعني لو نازل فخلي ببالك هاي الشغلة من برا اكسوجينس. نكمل والكونديشن امبروف فولود للتريتمنت، انشطوها بالتريتمنت، انطوها أكيد جلوكوز ووتر أوكي، فاي في ديكستروز بالضبط جلوكوز ووتر ديكستروز وثري سيميلر إبيسويد أوفر preceding 6 months قبل 6 شهور، خلال هاي 6 شهور صار عندها هاي الحالة 3 مرات. What is the most likely diagnosis؟ هاي وحدة يعني صراحة يعني أغلط عليها، شلون جاي شو تسوي؟ جاي تاخذ الانسولين مال هاي قرايبها اللي هي عندها شنو هي عندها فاميلي هيستوري اوف دي ام تمام، ف ادمنستريشن اكسوجينس انسولين تمام. شلون ليش عرفته؟ لان السي بيبتايد نازل والانسولين صاعد فهذا اكسوجينس انسولين نقطة على السطر. طبعا يقول لك سؤال 34 اكسسيف بالسكريشن اوف ويتش اوف ذا فولوينج هرمون از ريسبونسبل فور كارسينوجينيك سيندروم. كارسينوجينيك سيندروم طبعا هذا اليوم الهرمون على بالي سبحان الله، يقول لك اللي هو ال 5 HT اللي هو 5 هيدروكسي تريبتامين، 5 هيدروكسي تريبتامين هو هذا يعتبر كارسينوجينيك سيندروم، يسوي لنا اوكي ريسبونسبل فور هرمون ريسبونسبل فور اكسسيف بالسكريشن مال الهرمون ريسبونسبل فور الاكسسيف بالهرمون اوف الاكسسيف بالهرمون اكسسيف بالسكريشن مال الهرمون اللي هو ريسبونسبل فور كارسينوجينيك سيندروم. من هو هذا الهرمون؟ 5HT 5 هيدروكسي تريبتامين. طبعا السؤال كلش حلو، يقول لك سؤال 35 29 سنه مان رفرو للاوت بيشنت كلينيك، ليش 3 مانث هيستوري اوف ذا بوليوريا ايش يبول هوايه اوكي وانكريز الثيرستي ودرينك لارج اماونت اوف ذا فوليوم، يشرب ماي هوايه يبول هوايه اما دايابيتس ميلاتس او دايابيتس انسميتس. زين on examination appear to euvolemic. زين ال water deprivation test من قال لك ال water deprivation test reveal following، يعني انت خلي بالك هذا شنو شخص عنده شاكين بدايابيتس انسبيدس، والدايابيتس انسبيدس تنقسم قسمين اما cranial او nephrogenic.
بالنسبه للكرانيال يعني معناها المشكله وين؟ فوق بالدماغ، معناها الدماغ ما جاي ينطينا هذا الهرمون. واذا بالنفروجينك معناها اكو ريزيستنس للهرمون، معناها بالنفرون بالكدني. زين يقول لك الووتر ديبريفيشن تيست ريفيل فولوينج انطول الدي دي اي في بي اللي هو البراند نيم مال البراند نيم مال الفازوبرازين. اوكي الفازو ديسموبرازين اللي هو ديسموبرازين الدي دي اي في بي البراند نيم مال الديسموبرازين اللي هو الارجينين. اوكي ارجينين فازوبرازين انطول 2 مايكرو غرام ايون. هاي الريزولت وهاي النتائج. اليورين اوزمولاريتي طلعت لنا 650. خلي بالك اذا اكثر من 600 يعني معناها اكو استجابه، معناها المشكله وين كانت؟ بالكرانيوم، معناها النفرون جاي تشتغل ما بيها شيء. فهذا شنو التشخيص؟ الموست لايكلي دايجنوزس هو عباره عن كرانيال دايابيتس انسبيدس. دكتور ليش كرانيال دايابيتس انسبيدس؟ اول شيء من انطيت الهرمون واشتغل معناها الكدني ما بيها شيء، معناها المشكله وين كانت؟ المشكله بالكرانيال، فهذا كرانيال دايابيتس انسبيدس. نقطه على السطر. طبعا هذا سؤال كلش شائع ولطيف وحلو وسهل. يقول لك 43 سنه مان رفروا للاندوكرينولوجي صار لي يقول لك 1 years history headache راسي يوجعه و sweating. زين كلهم يصير بهم هذيك شويه اعطيني اعطيني فشي مهم. زين يقول لك الشو مالته سايز الشو سايز انكريز الحجم مال الحذاء مالته زاد. يعني شنو حجم الحذاء زاد؟ يعني الحذاء هسه مالته اللي عنده ما تصير عليه، يعني يريد حذاء اكبر. تمام فرجله كبرت. الشو سايز حجم الحذاء مو الحذاء، لا حجم الحذاء مالته زاد، يعني اشترى حذاء السايز مالته اكبر يعني رجله كبرت. بعد الودنج رينج الحلقه مالته نو لونجر فيت، بعد ما تصير عليه صارت صغيره. فشنو هذا التشخيص؟ هذا شنو؟ هذا اكروميجالي زياده بالجروث هرمون. يابا شنو which one of the following investigation choice establish the cause of the symptom؟ اللي يقول لك الفيرست لاين انفستيجيشن بالاكروميجالي هو اورال جلوكوز توليرانس تيست اللي هو اي اورال جلوكوز توليرانس تيست. وكان الله يحب المحسنين. ولهنا نكون وصلنا لنهايه هذا الشابتر.